خلينا نروح لحاجه تانية دلوقتي وموضوع اخر وموضوع جميل هنا بقى، موضوع كمان ليه علاقه بالانسانيه، وهي فكره هنا بقى معرفش حضراتكم سمعتوا عن الموضوع ده ولا لا، بس كريم انت اكيد برضو عارف تخصيص عدد للحضور الجماهيري هنا لذوي الاحتياجات الخاصه للمباريات. عايز اقول لحضراتكم والله العظيم ده حتى على المستوى الشخصي بيحصل، ناس كتير جدا من الفئه الجميله دي بييجوا ضيوف عندنا هنا او بنقابلهم في الشارع بنقابلهم في النادي، هم بيبقوا عايزين بيطلبوا مننا ده احنا عايزين نحضر، عايزين يبقى متوفر لنا يعني الامكانيات وغيره، في حاجه في منتهى الروعه والانسانيه، لان هم حقهم ان هم يستمتعوا كمان بتشجيع فريقهم ويحضروا مباريات، وده اعتقد اللي كانت حريصه عليه رابطه الانديه المحترفه قبل كمان هنا بنتكلم عن بدء مسابقه الدوري، في حاجه بجد يعني لازم نقول ان هي خطوه حقيقي محترمه جدا جدا جدا. الموضوع كمان اصبح معمم، امبارح الاتحاد الدولي فيفا اعلن انه هيطرح تذاكر بطوله كاس العرب فيفا 2021 للبيع لذوي الاحتياجات الخاصه من خلال موقعه الرسمي. طبعا يعني الجدير بالذكر ان احنا نقول لحضراتكم ان دي اول بطوله عربيه ستقام تحت مظله الاتحاد الدولي لكره القدم، بيشارك فيها 16 منتخب عربي، واعتقد ان ان شاء الله الموضوع هيمتد لكافه البطولات واكيد منها مونديال 2022 ان شاء الله. ان شاء الله.